واحد السيد اللي بغينا نهضروا عليه في هذه الحلقه والله ما تعرف واش تحسبرو رحاله صحفي محدث لغوي اديب مترجم. هذا السيد بزاف راه خصكم تفرجوا له حلقته كامله. زيد زيد عندك المعلومه زيد زيد. تعرف القران الكريم اللي كاين دابا واللي مترجم باللغه الانجليزيه؟ ايه هذا السيد عنده علاقه به. كيفاش دار لها؟ زيد كانت معلومه اخرى. تعرف بالراه هذا السيد 29 سنه هو في الشرك عاد من بعدها دخل الطريق الصحيحه. اذا التوبه ديما الباب مفتوح. حلقه جديده من اعلام تافيلات وعالم جديد من اعلام تافيلات. يلا نبدا. واش اخوتي تمنى تكونوا بخير. المهم مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من برنامج اعلام تافيلات اللي دوزنا فيه بزاف ديال العلماء ديال التافيلات. غتلقاو واحد لا ليست الفوق هنا غتلقاوها ادخلوا تما غتلقاو بزاف ديال العلماء اللي هضرنا عليهم من تافيلات. اليوم حلقه جديده مع محمد تقي الدين الهلالي ابن منطقه تافيلات ابن سجل المعسى قديما. المهم غنهضروا اليوم على التاريخ ديالو وحياته ديالو السيره الذاتيه ديال السيد. شي حاجه بزاف وليا الشرف كنفتخر باش انني درت هذه الحلقه وسعيد باش انني ندير هذه الحلقه والله. المهم اللي نتمنى منكم انكم تجلسوا ليها تنطوا ليها كامله وتسمعوا في هذا السيد دور الحلقه على بركتي. 1892 ميلادي الموافق 1311 هجريه قصر الفيضاء قديما اللي هو قصر الفرخ حاليا الريصاني سجل المساء رقم تسمى 5 كيلومتر 6 كيلومتر احنا قراب احنا. المهم كان واحد السيد سميتو عبد القادر الهلالي اللي هو الاصل ديالو لا هو كانوا من الغرفه من قصر ولاد عبد القادر فاهمي ياك. هذا السيد سيدنا كان نائب القاضي وكان الامام ديال القصر الفيضاء قديما. تولد عنده واحد الوليد اشنو سماه؟ سماه محمد التاقي. هذا محمد التاقي والاب ديالو والجد ديالو وجد جدو وجد جدو من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاد العائلة عندها نسب شريف. ها هو دايلا كتبتوني التوثيق ديالها. هاد العائلة اللي هو عبد القادر الهلالي والأب ديالو كان من علماء ديال منطقة تافيلات والعلماء والفقهاء ديال المنطقة كانت عندهم واحد المكانة ولهذا الابن ديالهم ترعرع في واحد الأسرة اللي هي ذات علم وذات فقه ومهم الناس اللي محترمين عندهم قيمة في منطقة ديال تافيلات. يا سيدنا على 12 سنة محمد التاقي حفظ القران من بعدها حفظه حتى بالتجويد حفظه العادي حفظه عند باه اللي رحمه اللي هو عبد القادر الهلالي وجد ديالو. اما الحفظه بالتجويد حفظها عند احمد بن صالح تلقاه سميتو هنايا. المهم فاش كمل القران عادي وكملوا حفظه بالتجويد مشى عند الشيخ حبيب الله الشنقيطي في الجزائر. كان عنده واحد المده ديال 7 سنوات هو كيتعلم العلوم الاوليه الطالب كشي ديال الدروس وهذه بقى تيحفظهم عنده تما. جلس واحد المده واحد المره وهو في الجزائر جا للمغرب ولكن باش المغرب كيتباع الطريقه التيجانيه بلاتي باش تفهم. سمع اش قال بعدا هو. يا اخواني نحن فوتنا عمر 29 سنه من عمري انا في الشرك وعباده الاوثان وانا سافرت من الجزائر وانا هكذا اقول الشعر واعرف الفقه المالكي واعرف كل شيء ومع ذلك ما نفعنيش. سافرت من الجزائر الى فاس لاجي ازور خبر التيجاني وعطاني 3 ايام. دابا سمعت اش قال. قال هو كان خارج على الطريق وكان مشرك بالله. هو فمو قال انا ما قلتش هو اللي قالها. قال لك انه كان تتبع واحد الطريقه اللي خاطئه ياكو واحد العقليه كانت عنده خاطئه من الصغر ديالو كانت متصوفه كيتبع واحد الشيخ اللي هو الشيخ التيجاني ما عقلتش على سميتو المهم كانوا كيتبع. فاش جا المغرب جا باش انه يدوز واحد 3 ايام باش يمشي الشيخ ديالو اللي هو التيجاني وهنا تلاقى بمحمد بن العربي العلاوي دار معايا واحد المناظره واللي قال فمو اللي هو محمد تقي الدين الهلالي انه تغلب فيها وتغلب فيها من الاول ديالها. علاش؟ لانه كان على باطل. المهم سمع واحد البارتي اخرى شنو قال. كنت في كفر وفي ضلال وكنت انا اعرف ان شيخنا المقدس المغفور رحمه الله عليه محمد بن العربي العلوي عرف انه عدو يعني وما حبيت اتلاقى به ابدا لكن ما شعرت الا والله جمعني به وهو جزاه الله خير تحيل عليا وظهر لي من التواضع ومن المحبه اللي ما يظهرش واحد ولده وقال لي يا ولد اذا انت بغيت تبع هذه الطريقه على العمياء والجهل والتقليد لك عهد الله ما نذكر هذه الطريقه بشر وانت معنا واذا بغيت على العلم تعال انا تناظرنا حتى انا كنت تيجاني اذا غلبتني ارجعنا للطريقه اغلبتك ترجع تخرج وتناظرنا 8 ايام وغلبني بلا شك لانني هذا غير تواضع منه لان ما قدرت الجواب الاول ما قدرت انا اجاوب عنه. هاكا اذا هو في الاول كان على الشرك وهذه ولكن من بعد انتقل الى طريق الصح وجا المغرب في 1340 هجريه رجع للمغرب. هذا الشيء من بعد ما مات
حبيب الشنقيطي، جاء المغرب وجلس في المغرب ومشى جامعة القرويين وقرا فيها وخدا فيها واحد الشهادة تماك هي اللي غتخولو باش انه يقرا جامعة ألمانية. اي من بعد كون نهضروا عليها. المهم في جامعة القرويين كان تلقى العلم عند جوج ديال الشيوخ اللي هما الفاطمي وايضا محمد بن العربي العلوي، وهذا محمد بن العربي العلوي من الشيوخ والفقهاء ديال منطقة تافيلت، راه من المدغرة من الرشيدية غير هنايا عندنا. اي فين راني دابا راه مدغرة ورايين راه باش تفهموا مدغرة من الجهة. من بعد ما انه شت الشهادة ديالو في جامع القرويين توجه لمصر، مشى لمصر مشى لجامع الازهر وتماك خدا الدروس في القسم الاعلى. شوف اصاحبي الناس كانوا تيقراو في بلايص كبار تبارك الله عليه، وتلاقى تماك بشيوخ كبار وعلماء كبار. ومن بعد ما جلس تماك واحد المدة مشى للحج، دوز الحج على ما اعتقد انه دوز الحج وز حوايجه مشى للهند. اي مشى للهند بعث معايا جزائر مصر السعوديه للهند. مازال مشى للهند وتماك سمات عليه في الاول شنو قلت لكم في الاول لقيت سميتو اش قلت لكم محمد التقي، ولكن هو سميتو اولا معروف بمحمد التقي الدين الهلالي. في الهند تلاقى تماك بواحد العالم وقال له شنو سميتك، قال له سميتي محمد التقي، قال له لا يكون الانسان تقيا الا بالدين، ولهذا سمي بمحمد التقي الدين الهلالي. وجلس في الهند واحد المده معينه وقرا فيها علوم الحديث وتخرج على الاستاذ ديالو، خد الاجازه ديالو من الاستاذ ديالو ولا من الشيخ ديالو عبد الرحمن بن عبد الرحيم بارك البوري. من بعدها مشى سيدنا العراق. اي فاش مشى للعراق تلقى بمحمد امين الشنقيطي اللي هو من علماء وفقهاء العالم العربي انذاك، وهو اللي اسس واحد المدرسه غنهضروا عليها واللي هي مدرسه النجات الاهليه اللي كاينه في البصره غنهضروا عليها من بعد. جلس معاه تزوج من بنته وعطى وخدم العلم ديال محمد امين الشنقيطي، خدا بزاف جلسه ليه نفعاته بزاف، خدا العلم بزاف. ومن بعدها كمل الطريق ديالو ورجع للسعوديه. هو غادي للسعوديه تلقى برشيد رضا، كانت عنده مكانه في العالم الاسلامي انذاك، وهالمكانة ديالو فين غتبان. عطاه واحد الرساله قال له هاك عطاها لعبد العزيز. اش نكتب له في الرساله؟ قال فيها ان محمد تقي الدين الهلالي المغربي افضل من جاءكم من علماء الافاق، فارجو الله ان تستفيدوا من علمه. اييه شي نكتب له في الرساله. وفاش قرا الملك عبد العزيز الرساله قام باستضافه الشيخ ديالنا اللي محمد تقي الدين الهلالي مده ديال 3 شهور وهو ساكن في الدار ديالو، ومن بعد تم تعيين ديالو كمراقب للاساتذه بالمسجد النبوي، ومن بعد رجع كاستاذ في المسجد الحرام. وفي نفس المده ديال العام الاول فاش كان في المسجد الحرام تم نقله للمعهد السعودي ولا فينيس استاذ مؤسسه كامله بجوج جمعهم في سنه. هو جلس في السعوديه كاستاذ في المعهد الملكي السعودي، جاتو واحد جوج ديال الرسائل، وحده من اندونيسيا وحده من الهند، كاع بجوج كيطلبوه كاستاذ ومحاضر في الجامعات ديالهم، وهو طبيعه الحال غادي يقبل الهند لانه كان في الهند. اذا نرجع للهند، فاش مشى للهند تم تعيين ديالو كرئيس للقسم ديال الادب العربي تماك في جامعه ندوه العلماء اللي كتشوفوها هي اللي هي لحد الان. البارح فاش كنت كنرشي شي لقيتها مغلقه السبب الله اعلم، مؤقتا كتبنا مؤقتا. المهم هو جالس في الهند، شوف باش تفهم واحد العقليه كانت عند هذا الشيخ ديالنا واعره ما عمرو اكتفى من العلم. هو جالس في الهند تعلم الانجليزيه وخرج من الهند من بعد مده بسبب المرض ديال الملاريا ديالو. المهم من بعد رجع للعراق للبصره مره اخرى للبلاصه فاش كان، رجع للمؤسسه اللي اسسها نسيبو، جلس تماك في مدرسة النجاة الأهلية واللي هي كتعتبر هارفورد الشرق آنذاك، ماشي دابا لأنه على ما أعتقد مبقاتش دابا، وجميع الصور اللي كاينين دابا قديمة بزاف، وكاين واحد الكتاب ديال الوثائق ديالها مي ماقدرش نوصلو، يقدر يوصلو ويدخل يقرا في المؤسسة اللي تعتبرو هارفورد الشرق، واللي كيعرف هارفورد راه فهمتو، صافي دوز فهمتو. من بعد ما أنه جلس واحد المدة ديال 3 سنوات قرا في مدرسة النجاة الأهلية بالعراق، قرر باش أنه يمشي لأوروبا، إفريقيا، آسيا، أوروبا. مشى لسويسرا لجنيف، كان عند صديق ديالو شكيب ارسلان، اوه حتى هو شيخ ديال بص، حيتاش الشيخ ديالنا ما كانوا اصدقاء ديالو غير الشخاشخ ديال العالم الاسلامي ولا العالم العربي، ما كنتش الشخاشخ راه ما تيعرفكش، دير صحابك يكونوا شخاشخ في داك الشيء اللي كتعرف، حتى الا كنتي كتقمر دير صحابك مصيبه بالقمر. المهم صحابك خصهم يكون داك الشيء اللي كيديروه يكونوا تشاد منهم تستافد منهم ويستافدوا منك، وبالخصوص في المجال ديالك.
مهم نكملوا القصه ديال ما كنهضروش ما كنعطيوش نص احد دابا كنشوفوا غير القصه ديال الشيخ ديالنا محمد تقي الدين الهلالي. مشى لارسلان جلس معاه واحد المده وبلاتي باش تعرفوا بان اللقب ديال محمد تقي الدين الهلالي هو ابو شكيب. علاش؟ لانه كان سمي ابن ديالو شكيب على صديق ديالو شكيب ارسلان. اوكي ندوزو. من بعد شكيب ارسلان توصلوا في جوج ديال الدول باش انه يدخل لهم، كانت الدوله ديال بريطانيا ودوله ديال المانيا. كما بريطانيا ما خلاوهش يدخل انو اللي علينا، شوف المانيا اللي خلاوه يدخل وتقبل في المانيا لانه يكون استاذ محاضر في جامعه بون. شوفوها، شوفوا دابا غادي الجامعه اي من تافيلات من القصر الفرخ حتى لهاد الجامعه. تبارك الله، انا غير شت الجامعه صافي تحلوا لي عينيا. تبارك الله، بدنا نتقاتل باش انه يوصل لواحد البلاصه كبيره. ما عرفتش واش كانت من الاحلام ديالو باش انه يكون محاضر في ديك الجامعه ولا كيفاش. مهم جلس فيها واحد المده معينه اللي هي 3 سنوات، ولكن في ديك 3 سنوات تخبركم انه عام واحد جاب ديبلوم على انه متقن للغه الالمانيه، تعلم اللغه الالمانيه من بعد الانجليزيه اللي تخضع فيه. وكان وهو جالس في المانيا كان تيدير بزاف ديال الاعمال، وكان عنده بزاف ديال الاعمال مع الاساتذه والطلبه المحاضرين تما، كل عنده بزاف ديال الاعمال تلقاو في المؤلفات ديالو. 1939 المانيا بغات تبدا الحرب العالميه الثانيه اللي كانت راه كان هتلر وهادي، وفكروا ماشي فكروا لان دول العالم كامل كتفكر باش انها تدير واحد القنوات موجهه. مثلا حنايا العرب كنديروا مثلا القناه الاولى بالانجليزيه، القناه الرابعه بالسبانيه، احلام احلام، وقناه السادسه بالالمانيه. فهمتي حتى هما شنو كانوا دايرين؟ عندهم واحد القنوات، عندهم بغا يقصوا واحد القناه موجهه للعرب. ولهذا استدعوا السيد ولا الشيخ ديالنا محمد تقي الدين الهلالي باش يشرف على هذيك القناه جامعه بون في المدينه، ورجع لبرلين. وفي برلين كان مشرف على الاذاعه العربيه، وايضا حول جميع الاوراق ديالو، حول انه طالب، حول انه محاضر جامعه برلين. حتى هي كان فيها استاذ ومحاضر. 1940 هو شنو دار؟ فعل رساله الدكتوراه ديالو للمناقشه، وتناقش معاه 10 ديال العلماء المانيين انذاك باش انه ياخذ الدكتوراه. قنع هذوك 10 ديال العلماء اللي المانيين كانوا كيتقاتلوا معاه في ذاك النقاش. ما نعرف نقدر يكونوا دوزوا في ذاك النقاش واحد 10 السوايع على 12 ساعه، لان كان صعيب جدا باش انك تناقشوا. والرساله ديالو كان تحت عنوان صبروا ترجمة مقدمة كتاب الجماهير في الجواهر. انا كنقلبهم تنقول لك الجماهير في الجواهر. اتفقوا العلماء بالعشرة على انه يستحق شهادة الدكتوراه ديالو، وخذ شهادة الدكتوراه ديالو. ويمكن ما هناش ماشي هنا توقفات المسيرة ديال العلم ديالو، ولكن هنا في الابحاث والناس كيقلبوا والناس كيبحثوا تلقى هناك تحبس. شوف اشنو زاد الله اعلم، انا ما قدرتش نلقى شي حاجة من هنا من بعد. شوف ما حبس، لا تركزوا معايا واحد راه ما حبسش هاد السيد، ونقول لكم علاش ما حبس. من بعد من بعدها انتقل من مجموعه من الجامعات العربيه، من بعد ما خطى الدكتور ديالو انتقل من جامعات عربيه سواء في السعوديه سواء في مصر على ما اعتقد، وحتى في المغرب، وجا قرا في جامعه محمد الخامس بالرباط. قرا بها و1974 استقر بالمغرب، دخل اخر مره للمغرب واستقر فيها، وقال غادي نجلس في المغرب وغندير الدعوه لله سبحانه وتعالى. ماشي الدعوه هاي، راه الدعوه مازال السيد كينشرف الدعوه ديال الله سبحانه وتعالى اقطار المغرب، وراه خلى مجموعه من المؤلفات، وخلى ايضا واحد المجموعه كبيره من الصوتيات ديالو اللي باقيين. ما كايناش شي حاجه مصوره على ما اعتقد، كاين التصاور ديالو ولكن شي حاجه مصوره ليه ما كايناش. 1987 بالدار البيضاء توفي رحمه الله عليه، وهكذا صراحه فقد العالم العربي، فقد العالم الاسلامي واحد الهرم من الاهرام ديالو. لان الشيخ الجليل ديالنا كان رحاله، هذاك هو اللي خلاه باش انه يتعرف طار العالم الاسلامي. زار مجموعه من المدن، زار مجموعه من الدول، على ما اعتقد انا نقول لكم غير الدول اللي زارهم باش يقرا ولا باش يتعلم فيهم، ولهذا سمي ايضا بالرحاله. وعنده واحد النقطة أخرى اللي تقريبا خصكم تعرفوها ضروري، عرفتوا القرآن الكريم اللي مترجم باللغة الإنجليزية الآن، اللي هو مترجم من طرف محمد محسن خان، وأيضا محمد تقي الدين الهلالي راهما مترجمينه، وهانتوما تشوفوا، وهو من النسخ المستعملة بكثرة الآن في العالم العربي والإسلامي والعالم كامل منتشرة في هاد النسخة. الشيخ ديالنا كما قلت لكم خلاه بمجموعة من المؤلفات، هانتوما غنصحفكم شوفوا باش تشوفوهم، مجموعة من المؤلفات هما دو خلاهم، وخلا مجموعة من المؤلفات أيضا الصوتية، وقرا عند مجموعة من الشيوخ ديال العالم العربي والإسلامي عامة. وهو بغيت تكون تفهم واحد القضية، أنه كان تيعرف اللغة الإسبانية والألمانية العربية والعبرية، وحتى فاش كبر ونقص له الضعف ديال النظر ديالو تعلم اللغة ديال بريال. باش نقول لكم أنا راه السيد ما وقفش عند التعلم ديالو، واخا تقول لكم راه في الحلقة باش كملنا ديك القصة ديال أنه كمل خدا الدكتوراه ديالو، لا السيد ما وقفش
وقفش من التعلم، مازال غير كيتعلم. ورحمه الله عليه اعتقد ان هذا الشيء اللي كاين في البحث ديالي، حاولت انني غير نلخص. راه ترى الى تبحث راه 3 سوايع ما تكفيكش. راه نتمنى انكم تكونوا تفرجتوا الفيديو كامل باش تستافدوا، لان بحال هاد الشيوخ انا ليا فخر والشرف باش انني قلبت عليه. والله الا كنت فرحان كنبوستي كل مره شي حاجه عليه في لاباج ديالي فيسبوك. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، نتمنى ان حلقتنا الاعجاب ديالكم. السيد شخشوخ سيد كبير، خصنا نعرفو، خصنا نتعرفو على بحال هاد الناس منطقه تافيلات. وان شاء الله الحلقه الجايه نقدروا ندرو على محمد بن العربي العلوي، ندرو على واحد السيد كانوا كيطلبوا عليه الناس بزاف. المهم نتوما الا كيبان لكم شي واحد اللي خصنا نزيدو نبحثو عليه نقلبو عليه ونتعرفو عليه لي كومونتير، وانا نبحث عليه. نتوما غير قولوا لي فلان وانا نبحث لكم على سيدي ونجيب لكم المعلومات ديالو. الشيخ محمد تقي الدين الهلالي تطلب مني وقت بزاف وتطلب مني بزاف ديال البحث. المهم نساوش جيم بارطاجي الحلقه مع صحابك ودير شي تعليق، يا اما شكون الناس اللي بغيتو ولا شي تعليق المهم تشجعني وتحفزني. الله نتلاقاو في فيديو اخر، الله يعاونكم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.